سأل الله عز وجل يجعل أعمالنا في خالصة لوجه الكريم، وأن يأخذ بأيدينا لما في خير البلاد والعباد. مقدر للمجلس جهوده وأعماله، متمنى لكم التوفيق. لقد قامت المملكة منذ أن أسس الملك عبد العزيز رحمه الله على تطبيق شرع الله والالتزام بالعقيدة الإسلامية وعلى العدل في جميع الأمور والأخذ مبدأ الشورى. نحمد الله على نعمه التامة ونشكره على ما وفقنا إليه من شرف خدمة بيت الحرام ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضيوف الرحمن من الحجاج والمجنون الزوار. أيها الأخوة والأخوات، لما تحمله رؤية المملكة 2030 من خطط وبرامج تنموية وتستهدف أعداد المملكة لمستقبل أوعد بإذن الله وتحقيق لأهداف الرؤية، تم إعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية واتخاذ عدد من إجراء القرارات لخدمة مصلحة المجتمع على مدى عزيز أمن الوطن ومكافحة الفساد وزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في التنمية الوطنية. ونحن نثمن دور القطاع الخاص شريكا هاما في التنمية ودعمه للاقتصاد الوطني والتوسع في توظيف شباب الوطن وشاباته وتوطين التقنية. وسنستمر بإذن الله في تمكين القطاع الخاص وتحفيزه بما يحقق المزيد من النمو والتنمية. لقد وجهت الوزراء المسؤولين لتسهيل الإجراءات وتوفير مزيد من الخدمات بجودة عالية للمواطنين والمواطنات والتوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجات المواطنين الرئيسية ومن أهمها برنامج الإسكان. أيها الأخوة والأخوات، إن الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها. لقد عزمنا بحول الله وقوتي على مواجهتي بعجل وحزم لتنعم بلادنا بإذن الله بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن. وفي هذا السياق جاء أمر تشكيل لجنة عليا قضايا الفساد برئاسة ولي العهد، ونحمد الله أنها لا قلة قليلة. أما ما يدر منهم لا ينال من نجاح مواطني هذه البلاد الطاهرة. الشرفاء من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والموظفين والعاملين على كافة مستويات في مختلف مواقع المسؤولية في قطاعين العام والخاص، وكذلك المقيمون بها من عاملين ومستثمرين الذين نعتز ونفخر بهم ونشد على أيديهم ونتمنى لهم التوفيق. أيها الأخوة والأخوات، تسعى بلادكم لتطوير حاضرها وبناء مستقبلها الماضي قدما في طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر مما لا يتعارض مع ثوابتها، متمسكين بالوسطية سبيلا والاعتدال نهجا كما أمر الله بذلك، متزيين بقيمنا وثوابتنا. ورسالتنا للجميع أنه لا يمكن، أنه لا مكان بين المتطرف يرى الاعتدال من حلالا ويستغل العقيدة السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة نشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه. فسنحاسب كل من يتجاوز ذلك. فنحن إن شاء الله حماة الدين، وقد شرفنا الله بخدمة الإسلام والمسلمين، وأسأل الله سبحانه والسلام والتوفيق. أيها الأخوة، للمملكة دور مؤثر في المنظمات الإقليمية والدولية، وتحظى بتقدير إقليمي وعالمي مكنها من عقد قمم تاريخية في توقيتها ومقرراتها. شارك فيها عدد كبير من قادة الدول الشقيقة والصديقة، وأسست العمل المشترك يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وقد واصلت المملكة دورها الريادي
الفاعل في التصدي لظاهرة الإرهاب ولتجربة منابعه. ودعت المملكة إلى الحل السياسي للخروج من أزمات المنطقة وحل قضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وفي هذه المناسبة أؤكد استنكار المملكة وأسف الشديد القرار الأمريكي بشأن القدس لما يمثله من انحياز كبير لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس، والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت بدعم اعتراف وتأييد المجتمع الدولي. من جانب آخر، إن المملكة تعمل مع حلفائها لمواجهة نزعة التدخل في شؤون الدول الخليجية الداخلية وتأجيج الفتن الطائفية وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمية، وتسعى لترسيخ قيمة التسامح والتعايش، وتعمل على رفع المعاناة عن الشعوب. في خطابي الموزع عليكم تعرض من شامل لسياسة حكومتكم الداخلية والخارجية ورد لمجازاتها خلال العام المنصرم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة الوطن الغالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.